السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. يا رب دايما. معلش يا عم الشيخ الله يبارك في عمرك، انا راجل تاجر قطع غيار مستعملة في الصراف المستعملة وكده اللي هي الاستيراد. الله يبارك. في شخص ما جالي عميل يعني زبون عندي، جالي بتاع من سنتين ونص ياخد من عندي نص خلف للعربية عنده، فالراجل دوت ساعتها سعر العربية الخلف نص الخلف كان سعره 10,000 جنيه. تمام كده يا عم الشيخ؟ فالراجل ساعتها اخذ النص دوت اللي هو قطعه الغيار الكبيره ديت وكان ناقص لي بعض القطعه. بقى يا عم الشيخ؟ ايوه بعد. وكان ناقص لي بعض القطع، فقال لي ديت تبقى توفرها لي، قلت له خلاص ماشي. الراجل دوت غاب عني من سنتين، انا ما اعرفش عنه حاجه، ولكن العرف في مجالنا اللي احنا مش بندور على العميل، العميل هو اللي بيبقى ليه حاجه، هو اللي بيتصل وبيقول عايز الحاجه. في سؤال؟ لا لا، في سؤال، في سؤال اسالك. ايوه يا شيخ. هو اشترى هذه السلعة نقدا او الى اجل؟ نقدا كاش. يعني الحمد لله خلصت منه، بقي ايه؟ الوعد انك توفر له القطعة. القطعة الباقية من الجزء اللي هو عوضه. اي نعم. او كده، فالراجل دوت اختفى سنتين ما اعرفش عنه اي حاجة، فوجئت للشخص دوت بقاله شهرين ظهر من جديد بيقول لي انا والله حصل عندي ظرف ما وبعت العربية وخلاص انا ما بقتش محتاج قطع الغيار، انا عايز فلوس. فانا النهارده احاسبه ان قطعه الغيار دي من سنتين كانت مثلا ثمنها 1000 جنيه ولا النهارده فعليا ثمنها 4,000 جنيه؟ لا، من يومها. احاسبه على سعرها يومها. اي، لان هو الذي تخلف. تمام. هو هنا بيستند للحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي كان الرجل الصالح او اللي هو هل يلزم كان عنده اجير. لا، هل يلزم الكلام دي كلها بتاعتك؟ افهم يا حبيبي، هل يلزم كل شخص ان يفعل ما فعله الرجل الصالح او ان هذا فضل منه؟ هذا الرجل الصالح لو كان عنده الدنانير الخمسة دينار هل يأسم؟ لا 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 يأسم. بس ربنا